السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم بإذن الله المراجعة النهائية في اللغة العربية لطلاب وطالبات الثانوية العامة بفرع القواعد النحوية مع إذاعتكم الغراء 90 90 عشق الملايين. نبدأ بالوحدة الأولى. في الوحدة الأولى في النحو في سؤال مهم جدا بيجيب كده عن ذهن كثير من الطلاب، يقول لك استخرج اسلوب شرط وحذف منه فعل الشرط. السؤال ده في الوحدة الأولى جه في امتحان ثانوية عامة، مثلا اجتهد في دراستك وإلا تندم، ده اسلوب شرط حذف منه فعل الشرط. يا صائبة اجتهد في دراستك وإلا تفعل تندم، يبقى دي أصلا إن ولا، إن لأداة شرط جازمة، إن ولا النافية. نقول تاني، إلا دي أصلا إيه؟ إن الشرطية، ولا النافية. تندم ده فعل مضارع، جواب الشرط مجزوم بالسكون. طب أين فعل الشرط؟ أيوة محذوف تقديره تفعل. يبقى الجملة أصلا إيه بقى؟ اجتهد في دراستك وإلا تفعل تندم. دي موجودة فين؟ في الوحدة الأولى. كمان في الوحدة الأولى تمام، المصدر المؤول المنفي، قولك يجب ألا تقصر في دراستك. الله، طب إيه حكاية إلا وألا؟ إلا دي إحنا قلنا إيه؟ إن أداة شرط ولا نافية، لكن ألا دي أنا المصدرية التي تنصب الفعل المضارع بعدها فعل مضارع، تمام؟ طيب يبقى إحنا عندنا يجب ألا تقصر، أن لا تقصر، لا دي نافية، لا النافية تدخل على الفعل المضارع تنفيه ولا تؤثر فيه. طب عايزين نحول المصدر المؤول ده المنفي الى مصدر صريح، يبقى يجب عدم التقصير.